السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الكاسكيد سيستم بتاع دايرة التبريد. كنا اتكلمنا قبل كده لما درسنا السيمبل ريفريجريشن سايكل، وقلنا السيمبل ريفريجريشن سايكل طبعا مكونه من الاربعه كومبوننتس الاساسيه، الايفابوريتور والكمبريسر والكوندنسر والاكسبانشن فالف. قلنا ان في بعض الابلكيشنز اللي بنحتاج فيها دوائر التبريد بيبقى التمبريتشر ليفت فيها عالي قوي. يعني ايه تمبريتشر ليفت عالي؟ احنا عارفين ان الكمبريسر بيرفع من ضغط الايفابوريتور لضغط الكوندنسر، وطبعا عارفين ان عند كل ضغط في تي ساتوريشن معينه، وطبعا عارفين ان في الايفابوريتور الفريون بيتبخر، يعني بيعمل فيز تشينج، وعمليه الفيز تشينج دي بتحصل عند درجه حراره ثابته اللي هي بتاعه الايفابوريتور، وبيتكثف طبعا في الكوندنسر برضو عند درجه حراره ثابته اللي هي التي كوندنسر. فبعض الابلكيشنز مثلا بيبقى التي ايفابوريتور فيها قليل قوي، وابلكيشنز تانية بيبقى التي كوندنسر فيها عالي قوي. فبنلاقي ان التمبريتشر ليفت اللي الكمبريسر الواحد بيعملها بتكون كبيره قوي. ده حتى في حاله ان احنا لقينا كومبريسر يبقى البريشر ريشيو بتاعه عالي قوي كده، فبنلاقي ان الباور عاليه جدا، وطبعا ده بيأثر على درجه حراره خروج الكمبريسر، وبيأثر على الفيسكوستي بتاعه الزيت المسؤول عن اللوبريكيشن جوه الكمبريسر، وطبعا ده بيأثر على عمر الكمبريسر. فعشان كده بدأنا نلجأ لحاجه من اتنين، يا اما نعمل مالتي ستيجنج. مالتي ستيج كومبريشن يعني ايه؟ يعني نبدأ نستخدم فلاش تشامبر، فلاش سب كولر، فلاش انتر كولر، وبنعمل الضغط ده على مرحلتين، والكلام ده كله درسناه قبل كده. يا اما نعمل كاسكيد سيستم، وهو ده الموضوع بتاع الفيديو ده. ايه بقى الكاسكيد سيستم؟ الكاسكيد سيستم ببساطة عبارة عن دايرتين تبريد. دوائر التبريد اللي احنا درسناها عادي خالص، ممكن يكونوا سيمبل وممكن يكون فيهم اي تعديل من التعديلات اللي احنا خدناها قبل كده. طيب دايرتين التبريد دول بيبقى عندي واحدة upper واحدة lower. طيب ايه اللينك ما بينهم؟ ايه اللي بيوصل ما بينهم؟ اللي بيوصل ما بينهم بيبقى هيت اكسشينجر في النص، بنسميه الكاسكيد هيت اكسشينجر. الكاسكيد هيت اكسشينجر ده بيمثل الكوندنسر للدايرة اللي تحت، وبيمثل الايفابوريتور للدايرة اللي فوق. فلو بصينا كده على الفلو دايجرام ده هنلاقي عادي الدايرتين تبريد زي ما درسنا قبل كده. دايرة التبريد اللي تحت فيها ايفابوريتور وكمبريسر والكاسكيد هيت اكسشينجر ده والاكسبانشن فالف. اللي بيحصل في الدايره اللي تحت ان الحراره بتتسحب الايفابوريتر من الكولد ريفريجريتد سبيس، يعني بالنسبه لي الثلاجه هنا، فبسحب الحراره في الاتجاه ده، وبيبقى عندي دايره التبريد دي ماشي فيها ريفريجرنت معين بماس فلو ريت اسمه M.R1. طيب بعد ما بيسحب الحراره في الايفابوريتر بضغطه في الكمبريسر، وبعدين بدخله على الكاسكيد هيت اكسشينجر، بيفقد حراره للفريون اللي ماشي في الدايره اللي فوق. ممكن الفريون اللي ماشي في الدايره اللي فوق يكون من نفس نوع الفريون اللي تحت او نوع مختلف، طالما مفيش كونتاكت ما بينهم يبقى عادي ان يكونوا نوعين ريفريجرنتس مختلفين، ودي من مزايا دايره الكاسكيد. الدايره اللي فوق بالنسبه لي بقى الكاسكيد هيت اكسشينجر ده بيسحب الحراره للدايره اللي فوق، فبالنسبه لي ده بيمثل الايفابوريتور، وبعدين كومبريسر وكوندنسر واكسبانشن فالف. طبعا في الكوندنسر بيتم طرد الحراره للوارم انفايرمنت. فلو رقمنا تحت من 1 لـ 4، 1 بعد الايفابوريتور، 2 بعد الكمبريسر، 3 بعد الهيت اكسشينجر، و 4 بعد الاكسبانشن فالف، هيبقى فوق بقى من 5 لـ 8، 5 6 7 8. طيب رسمتها على البي اتش دايجرام بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى عباره عن اتنين وبيبقى فيه انترلوك ما بينهم هنا. طيب ليه الشكل عامل كده؟ يعني ليه الدايره اللي تحت الخط اللي فوق بتاعها بيبقى فوق الخط اللي تحت بتاع الدايره اللي فوق؟ ده بسبب اتجاه انتقال الحرارة. يعني المفروض ان اللاين 2 لـ 3 ده بينقل حرارة من 8 لـ 5، فطبيعي يكون فوقيه. تمام طبعا. لكن رسمة بقى الدايرة الواحدة فيهم احنا عارفينها، تبقى بوينت 1 خارج الايفابوريتور، تبقى ساتوريتد فيبر، بطلع على خط ثبات الانتروبي، لان احنا بنفترض ان الكمبريسر ده ايديال. في نقطة 2 تبقى سوبر هيتد عند ضغط الكوندنسر اللي هو ضغط الهيت اكسشينجر ده، وبعدين بكثف في الكوندنسر وبنزل لـ 4، نفس الكلام للدايرة اللي فوق. طيب المعادلة اللي هتزيد عندي، معادلة مش جديدة علينا، معادلة الهيت بالانس على الكاسكيد هيت اكسشينجر عشان اجيب اي نقطة ناقصة بالنسبة لي، يا اما انثالبي يا اما ام دوت. فبنعمل سيجما ام دوت اتش ان بيساوي سيجما ام دوت اتش اوت. فانا عندي نقطتين داخلين اللي هما 2 و8، وعندي نقطتين خارجين اللي هما 5 و3. فام دوت ار 1 في اتش 2، طبعا وانا بكتب المعادلة اخد بالي m.r1 ولا m.r2، زائد m.r2 في h8 بيساوي m.r1 في h3 زائد m.r2 في h5. هنلاقي ان احنا المعادلة دي غالبا بنستخدمها عشان نجيب الماس فلو ريت بتاع نقطة 2.
الكولينج كاباسيتي بالنسبه لي طبعا التبريد بيحصل تحت بس، فهو عباره عن ام دوت ار 1 في فرق الانثالبيز على الايفابوريتور 1 ناقص 4، الكيو ريجكت ده بيحصل في الكوندنسر اللي فوق بس عباره عن ام دوت ار 2 في اتش 6 ماينس اتش 7، الباور بتبقى عباره عن الباور بتاعت الاثنين كومبريسرز، انا يعني عندي اثنين كومبريسرز هنا في اكتب المعادله، واخر حاجه السي او بي بيبقى عباره عن الكولينج كاباسيتي على الباور. طبعا الكاسكيد سيستم ده بيعلي من السي او بي بتاع دايرة التبريد. طيب ندخل على طول بقى في المسألة بتاعة الشيت. عندنا المسألة بتقول it is required to design a cascade system with R12 for upper cascade and R22 for lower cascade. احنا قلنا طبعا ان طالما الدايرتين مفيش كونتاكت ما بينهم فممكن استخدم نوعين من الريفريجرانتس، فهو قال لي في الدايرة اللي فوق استخدم R12 وفي الدايرة اللي تحت هستخدم ريفريجرانت R22. بيقول لي الدايره اللي فوق بتاعت ار 12 has 10 degrees liquid subcooling through a heat exchanger، فده معناه ان الدايره اللي فوق دي مش سيمبل، الدايره اللي فوق دي فيها تعديل بتاع الهيت اكسشينجر. ولو فاكرين برضو كنا بنقول ان الهيت اكسشينجر بيبقى فيه حته بيحصل فيها سب كولينج وحته بيحصل فيها سوبر هيتنج، فهو المفروض يديني يا اما الدلتا تي سب كولينج يا اما الدلتا تي سوبر هيتنج، فهو اداني في المساله دي السب كولينج 10 درجات. وبيقول لي ان دايره الار 22 اللي هي اللور كاسكيد دي سيمبل سايكل ما فيهاش اي تعديل. draw the flow diagram and represent it in pH charts. ده طبيعي اول خطوة بنعملها في المسألة. بيقولي if the storage temperature is negative 35، لو درجة حرارة الستور negative 35 يعني قصده ان دي درجة حرارة ال product يعني. وبيقولي available water temperature is 25، يبقى ال condenser ده water cooled ومية التبريد درجة حرارتها 25. بيقولي ان ال pressure ratio across the compressor is 4. pressure ratio ده اللي هو ratio الضغوط على الكمبريسر، الضغط العالي على الضغط القليل، فمديني ان في الاثنين كومبريسرز pressure ratio 4. مديني الفوليومتريك efficiency بتاعت الكمبريسر 0.75، والtemperature difference between refrigerant and surroundings in condenser and evaporator is 5. يعني بيقول لي اخد فرق درجات الحرارة ما بين الستور والإيفابوريتر 5 وما بين الكوندنسر ومية التبريد برضو 5. Determined per 1 ton of refrigeration، يعني بيقول لي لو الكولينج كاباسيتي او التبريد عندي كان عبارة عن 1 طن تبريد عايزني احسب له السي او بي والتوتال باور بتاع السيستم. طيب ندخل على الحل. دي كده كانت جيفنز المسألة. اول حاجة بالنسبة للفلو دايجرام، الدايرة اللي تحت اللي هي ماشي فيها الار 22 دي سيمبل سايكل مكونة من الاربع كومبوننتس الاساسية، الدايرة اللي فوق كان فيها هيت اكسشينجر، طبعا احنا فاكرين ان الهيت اكسشينجر بيبدل حرارة ما بين بعد الكوندنسر وبعد الايفابوريتر اللي هو هنا بالنسبة لي يعتبر الكاسكيد هيت اكسشينجر. الدايرة اللي فوق ماشي فيها ار 12 وده الماس فلو ريت بتاعه ام دوت ار 2 واللي تحت ام دوت ار 1. طب الترقيم هبدأ من تحت 1 2 3 4، وبعدين هنا بقى هبدأ 5 بعد الهيت اكسشينجر 6 بعد الكمبريسر 7 8 9 واخر حاجة 10. عشان ارسمها على البي اتش دايجرام قلنا الحتة بقى دي اللي هي اللاين من 2 ل 3 بيبقى اسخن، من 10 ل 5 في الطبيعي بيكون فوقيه. ونفتكر بقى الرسمة بتاعت الهيت اكسشينجر، بيبقى عندي حتة فيها سب كولينج اللي هي من 8 ل 9 وحتة سوبر هيتنج من 5 ل 6. طيب نبدأ بقى بعد كده نجيب الانثالبيز. اول حاجه نجيب التي ايفابوريتر والتي كوندنسر. هو التي ايفابوريتر عباره عن ايه؟ عباره عن درجه حراره الستور اللي هو اديها لي بنيجاتيف 35 واطرح منها 5 لان هو قال لي اخد فرق درجات الحراره 5 فيبقى نيجاتيف 40، والتي كوندنسر بيبقى عباره عن درجه حراره ميه التبريد واجمع عليه فرق درجات الحراره اللي هو قال لي اخده 5 فهيبقى 30. بالتي ايفابوريتر اللي انا جبتها نيجاتيف 40 اقدر ادخل على الجدول بتاع الريفريجرنت ار 22 واجيب ضغط الايفابوريتر، وبعدين بالار بي اللي هو البريشر ريشيو عباره عن البي كوندنسر على البي ايفابوريتر، الكوندنسر بالنسبه لي اللي هو الضغط اللي هو بتاع اللاين ده هقدر اجيبه من البريشر ريشيو بي ايفابوريتر. وبعد كده عادي بقى الشغل الطبيعي بتاعنا، هنقدر نجيب اتش 1 و2 و3 و4. وبنفس الطريقة أنا كده معايا التي كوندنسر أقدر أجيب ضغط الكوندنسر فوق، وبعدين بالآر بي أقدر أجيب ضغط الإيفابوريتر اللي هو بالنسبة لي اللاين ده اللي هو من 10 ل 5. نفس الطريقة الشغل ده قديم بالنسبة لنا، هنبدأ نجيب الإنثالبيز كلها. لو فاكرين الجزء بتاع الهيت اكسشينجر كنا بنشتغل عند الجزء اللي هو مديني عنده فرق درجات الحرارة، فهو اداني دلتا تي سب كول 10 اللي هو فرق درجات الحرارة من 8 ل 9،
هو 8 طبعا درجة حرارتها تي كوندنسر، هطرح منها 10 يبقى جبت تي 9، وبعدين هجيب اتش 9 من على الشارت بالضغط ودرجة الحرارة، وهي نفسها طبعا اتش 10 عشان الاكسبانشن فالف. وبعدين النقطة اللي خارجة بقى من الهيت اكسشينجر التانية دي هنعمل هيت بالانس على الهيت اكسشينجر عشان نعرف نجيب اتش بتاع نقطة زد. بعد ما نجيب الانثالبيز كلها بتاعت الدايرة اللي فوق والدايرة اللي تحت نبدأ نشتغل على الماس فلو ريتس. فهو في المسألة دي قال لي ان الكولينج كاباسيتي عبارة عن 1 طن تبريد، واتفقنا ان الكولينج كاباسيتي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحرارة اللي بتتسحب في الايفابوريتر اللي موجود في الدايرة اللي تحت، فهو عبارة عن ام دوت ار 1 في فرق الانثالبيز على الايفابوريتر 1 ناقص 4. ما ننساش نحول دي لكيلو وات فهنطلع ام دوت ار 1. طيب الام دوت ار 2 دي بقى اللي هنجيبها من الهيت بالانس على الكاسكيد هيت اكسشينجر، هي المعادلة الوحيدة الجديدة بالنسبة لي. فالمعادلة هتبقى عبارة عن ايه؟ ام دوت ار 1 في فرق الانثالبيز اللي هو 3 ناقص 2، وفوق بيبقى عبارة عن ايه، او هنا سوري كان 2 ناقص 3، وفوق عبارة عن ام دوت ار 2 في اتش 5 ناقص اتش 10. فنقدر نجيب ام دوت ار 2 لان كل الحاجة تانية في المعادلة معاه. بس كده بعد كده هنجيب الباور ام دوت ار 1 في فرق الانثالبيز 2 ناقص 1 زائد ام دوت ار 2 في 7 ناقص 6. واخر حاجه السي او بي عباره عن الكولينج كاباسيتي بعد ما نحول الكيلو وات طبعا على الباور هيطلع بالقيمه ده. كده بالنسبه لنا درس الكاسكيد.